الوقت وانسى بعينيك الوقت لسه حصل دلوقت وانسى بعينيك الوقت مش مرة ولا مليون ده العمر كله يهون واخدك الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة يا سيدي يا جمال وماله تاخد كتير علي ما تقرب مني حبة طعمة وطعمة ما فيش مناعي او شربة حاجة بشر البسبوسة بالقشطة والحلوية ده سحر ينسيك العمر يا قلبك ده غالي علينا ويا ما رحنا معاك وجينا وشلنا حبك في رموش عنينا مساء الخير على كل مشاهدي برنامج دوشه ويلا بينا نعمل شويه دوشه زي ما شفنا الدوشه فيديو اللي احنا شفناه دلوقتي فيديو للتيك توكر مروان فوزي والحلقه دي احنا بنجهز لها بقالها فتره وهو النهارده منورني عشان نعمل الدوشه معاه عشان احنا كل يوم بنصحى بنشوف دوشه على التيك توك منورني يا مروان نورك نورك الاخبار تمام الحمد لله احنا بنجهز الحلقه دي بقالنا كتير كتير احنا عندنا فقرات كتيره النهارده واسئله كتير وخلينا نبدا بقى اول فقره اوكي مستعد اوكي يلا فقره الاسئله قول لي بقى انت بدات التيك توك من امتى ده كان اول مره ليا كان عيد ميلادي كنت مسافر وعملت فيديو كده كنت في الطريق وكان حلو بصراحه والناس يعني جالي عليه كومنتات لطيفه قوي ف طيب ايه المحتوى اللي مروان بيلاقي نفسه فيه ليبسينج على الاغاني وبس بطريقه حلوه بس طيب احنا النهارده عندنا كام فقره وهلعب معاك كام لعبه كده بس الفقره دي هتبقى فقره سريعه ما تفكرش ماشي اوكي فقره ده ولا ده اوكي صيف ولا شتاء شتاء عمرو دياب ولا تامر حسني الاثنين بس عمرو دياب اكتر شويه ماما ولا بابا الاثنين بس ماما سنتين كتير افلام زمان ولا دلوقتي دلوقتي حكمه ولا فلوس لو حكمه من حد اكبر مني بطريقه يعني توصلني لحاجه كويسه ممكن تبقى حكمه احسن طيب لحمه ولا فراخ لا لحمه جدا انا بحب اللحمه انا كمان طيب تخرج ولا تقعد في البيت لا اخرج لما ولا تقعد لوحدك لا بحب اللمه جدا جدا طيب مانجا ولا فراوله مانجا تحب المانجا جدا تحبش اي حاجه تانية غير المانجا لا مانجا بس مروان انا جايبه معلومات كتير عنك اوكي وعرفت بطيخ. ان دي ايوه قول كده بقى قول كده بقى ما تقوليش مانجا بقى والاجابات التقليديه قول بطيخ يا جماعه بيحب البطيخ عادي ايه المشكله انا ما بحبوش بس هو بيحبه طيب نروح للفقره الثانيه فقره الصراحه اوكي فقره الصراحه اوكي هترد صراحه 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 مش صراحه كده وكده اوكي طيب ظلمت حد قبل كده يا مروان ايه ده لا لا طبعا فك لا ما اعتقدش الدنيا مش مستاهله كده خالص او مش هتحط في حاجه ان انا اظلم حد يعني لا طيب عمرك هربت من المدرسه زمان عشان تروح مشوار من ورا ماما كده في الخبثه كتير 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 قوي فين بقى انا كنت وانا في المدرسه كنت بحب بلاي ستيشن قوي قوي ف ما كنتش بروح مدرسه خالص وبلعب كوره كنت فكنت بحب العب كوره وبنزل اروح العب بلاي ستيشن فما كنتش بروح المدرسه كذبت كذبه قبل كده واتأذيت منها يا مروان اتأذيت منها لا ممكن اكون سكت فكر يعني مش كده يعني ممكن ابقى اسكت عشان الموضوع عادي مع اني ممكن ابقى عارف الحاجه نفسها بس ما مش هتكلم طيب مروان انت اتخنت قبل كده
وفكر قبل ما ترد. اه مرة مش هتكرر تاني خالص. طب احنا نعرف الموضوع ولا ده حاجة شخصية؟ لا ما حاجة شخصية جدا. طيب بتاخد حقك من اللي أذاك؟ اه مش هنام. ازاي؟ مش هنام. ايوه تاخده ازاي؟ اخد حقي. انت غلطت وانا مش هسكت، مش هسيب الدنيا ما دام غلطت فيا او غلطت في حاجه فير قوي يعني، غلطت هتاخد حقه، عملت لي حاجه كويسه هتاخد حقها. دخلت علاقه وفشلت قبل كده يا مروان؟ اه كتير قوي. كم مره؟ كتير قوي. كتير قوي. طيب مروان بقى مرتبط ولا ايه؟ عشان في ناس كتيره عماله تسالني من ساعه ما نوهت عن الحلقه، اسال لنا مروان مرتبط ولا مش مرتبط. اه مروان موجود اهو، وانتوا اسالوه مرتبط ولا لا، وفكر لما ترد. ده هيبقى صعب قوي. لا فكر. ده صعب. صعب يا مروان. طيب ممكن نسكيب الحته دي. نسكيب الحته دي. اه مش عايز ارد يا جماعه، بس انا عارفه. ممكن اقولها طيب؟ لا. لا خالص. طيب لو رجع بيك الزمن لفرصه رفضتها زمان وندمت، هترجع لها تاني؟ ممكن مع الوقت الحاجه لما بتتغير ممكن. اه لو شايف ان هي هتبقى في صالحي او حاجه هتفيدني. اه واضح ان انت بتندم كتير يا مروان. ندمت قبل كده على حاجه؟ اه كتير صح؟ اه. طيب لو هقول لك تعالى نبدل، نلعب لعبه كده ايه انا وانت، نبدل الكراسي، انت المذيع وانا الضيفه. أوكي. لو فكرت تسالني سؤال تسالني تقول ايه؟ اعمل زيك؟ اه. تقمص بقى كده دور المذيع والحركات دي. سوري. تاخد انا؟ اه عادي. سالي. ده بصاميك. سالي. بتحبي الاكل هيلسي اكتر ولا ال هيلسي؟ من قبل ما انت لسه قايله لحمه، لسه قايله لحمه دلوقتي حالا. بعمل دايت، بعمل دايت يا جماعه. اوكي ماشي. بتحبي الاغاني الشعبي؟ اه. انهي شعبي؟ عبد الباسط حموده بحبه. اوكي. والليسي. اوكي. وعمر كمال وشاكوش، وفي مؤخرا مسلم وحدى بندق، يعني الحاجات الجديده دي. اوكي حلو جدا. بتتفرج على تيك توك؟ اه كتير على طول. يعني انا مش متابع حد غير مروان يا جماعه، يعني كل ما افتح الموبايل عشان اخش اشوف الدنيا الاقي مروان 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 وفيديوهات ولايفات وكومنتات. فيها مروان عامل دوشه انت. بنبسط. عايز تسالني سؤال تاني يا مروان؟ بتحبي ايه طيب اكتر؟ ممكن في الحاجات بتاعت اللبس مثلا، بتحبي الحاجات الفورمال ولا الحاجات الفورمال؟ بحب الفورمال، بحب الحاجات دي. اوكي خلاص نرجع بقى لاسئلتنا. اوكي. طيب انت ازاي بتنظم وقتك بين الفيديوهات اللي انت بتصورها وبين شغلك؟ اوكي. موضوع الشغل ده بياخد وقت كبير قوي، يعني بشتغل معظم اليوم. بس لما ببقى مبسوط او راجع من الشغل مبسوط او في حاجه حاصله حلوه في الشغل بعمل فيديو، بعمل عشان كده معظم الفيديوز بتبقى في العربيه يعني. بس ف بيبقى في وقت بس، والناس بقى بتربط الاحداث بتاعت بي انا بالفيديوز يعني. حلوه فيديوهات العربيه. اه يعني انا بحبها عليك اكتر ما انت واقف. انا برتاح او قاعد. لا الفيديو العربي بقى اشيك احلى صح؟ بالظبط. طيب مروان انت عايش فين؟ مدينه نصر. قاعد في مدينه نصر. اه عايزين صفقة تانية يا جماعة. بس هو ما عادش مرتبط ولا مش مرتبط صح؟ انا عديت منك السؤال ده. اه بس لا مش مرتبط يعني. اهو اهو قال مش مرتبط، انا ماليش دعوة. وساكن في مدينة نصر. ايه تاني؟ بس كفاية كده. طيب مروان التيك توك زي ما فيه ايجابيات فيه سلبيات. بالظبط. انت شايف كمشاهير التيك توك انت واحد منهم، ايه اللي ممكن تضيفه او ايه اللي ممكن تقدمه عشان تمنع سلبيات التيك توك، او بتضيف ايه في ايجابياته؟ احنا ممكن نتكلم على الاثنين، ممكن نتكلم على الايجابيات الاول والسلبيات اللي في التيك توك. هو ايجابيات انا شايف ان هو الناس كلها بتتفرج عليه دلوقتي، يعني هو يعتبر من احسن الاب اللي موجوده، الناس بتتفرج عليه. ففي ناس بتعمل حاجات يعني حاجات لطيفه، في حاجات بتضيف، يعني في ناس بتعمل ماركتنج للشغل بتاعها، في ناس بتعمل نصايح حاجات في سيلز او في ايا كان الشغل بتاعه ماشي ازاي، فده بيضيف. وفي ناس بتعمل حاجات مش لطيفه خالص بصراحه. انا عايزه اقول لك ان
معظم الاهالي دلوقتي بقى بتعاني من مشكله التيك توك. بالزبط. ليه؟ اغلب الاطفال والسن الصغير قاعدين ال 24 ساعه على التيك توك، واحنا بنشوف برضو طبعا زي ما في فيديوهات انت حلوه بتقدمها في فيديوهات تانية سيئه. بالظبط. طب انت تقول ايه للاطفال الصغيرين دول او يتعاملوا ازاي مع التيك توك؟ يعني الاهالي هو هيبقى الدور اكتر شويه على الاهالي، يعني ما تسيبلوش الموبايل كتير وما تعملش فولو لاي حد او لاي يعني حاجه، يعني يبقى في كنترول شويه من عند الامهات. لازم ده اساسي. طب ده انت تقدر تتحكم فيه؟ مع الاطفال دلوقتي كلها ماسكه الموبايلات، ما لهاش حل. يعني اللي بيعمل المحتوى نفسه هو اللي يعني ليه بتعمل كده؟ ما انت في ام بتتفرج، في اطفال صغيرين بيتفرجوا، ما لهاش لازمه خالص. يعني الموضوع كنترول عليه بيبقى صعب شويه، عشان انا ممكن اي حد بيقوم فاتح تليفون بيصور فيديو نزل في اقل من ثانيه بيبقى طالع ترند، مش هتلحقي تعملي فيه حاجه. طب انت واجهتك حاجه ضايقتك كمشاهير في تيك توك؟ في يعني في حاجه بتتفتح كده زي لايف مثلا، والناس بتبعت عليه فلوس وبتبعت عليه حاجات. بشوفه. اوكي، بس ما يبقاش بالطريقه دي، وما يبقاش اللي انت يبقى ده شغلك، اللي هو انا ماسك تليفون فاتح تليفون يبقى ده شغلي بجمع منه فلوس. عايز تقول يا مروان؟ قول يعني قول الكلام زي ما هو. الكلام زي ما هو. اشتغل، يعني اشتغل وخلي ده حاجه يعني فور فان، حاجه الناس بتتبسط بيها. ما تدخلش فيها فلوس او عواطف او صعبانيات تلم بيها فلوس، ده مش احسن حاجه. يعني في ناس بتفتح لايف بيبقى انا بشوف ده فعلا، الناس تعبانه وبتصور. انا مش مقتنع بحاجه زي كده خالص، ان حد تعبان يبقى فاتح لايف وقاعد بيصور بيقول انها تعبان، فده مش ده صح. مش طبيعي، مش طبيعي خالص. طب ده ما فيش يعني اداره التيك توك ما تقدرش تتحكم في المواضيع دي؟ لازم لازم يبقى في حاجه زي كده. طيب مروان، احنا لسه فكرتنا كتير، بس ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني؟ مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه معانا التيك توكر مروان فوزي. مروان، انت بتشوف نفسك فين في مشاهير التيك توك؟ لا، مش 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 بشوف نفسي فين. انا بقدم حاجه يعني انا اللي بعملها او انا اللي مبسوط بيها. اقصد يعني بعد قد ايه حاسس ان انت هتوصل للليفل اللي انت عايزه؟ لا، ملهاش وقت، ملهاش تايم فريم. هي بتنزل فيديوز في اوقات فبتفضل شغال على موضوع الفيديوز ده لحد ما ملهاش وقت الحاجات دي يا مروان؟ ملهاش وقت بالنسبه لايه؟ بالنسبه لان يعني انت توصل في 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 اللي هو يعني الفولور واللايكات والحاجات دي. لا لا، دي ملهاش حاجه ثابته. لا لا خالص. انت انت كل ما بتنزل فيديوز، كل ما بتنزل حاجه بتطلع ترند او عليها الناس بتتفرج عليها كتير، فيها فيوز كتير، بتطلع بيجي لك فولورز كتير، بيجي لك فيوز كتير. بس هي دي الفكره. بس ان انا ابقى شايف نفسي زي حد، لا انا مش لا خالص. طيب مروان، انا دايما بشوفك بتصور في الفيديو في العربية. ليه؟ انا برتاح في عربيتي جدا. بحب عربيتي جدا. لا والله جدا، يعني حتى معظم خروجي بيبقى في العربية، مش بحب اقعد في كافيهات. مش طب يعني انت ما فكرتش مثلا تصور انت واصحابك في مناسبات، في اماكن مصور؟ انت مصور، كنت مصور انا فيديو انا وناس صحابي كتير، فيديوهين او ثلاثة او اربع فيديوهات مثلا انا واصحابي. بس هي يعني احنا خروجنا بيبقى كله كده، يعني واقفين هزرنا ضحكنا، طب يلا نعمل فيديو، يلا نعمل فيديو. بس هي بتيجي بالطريقه دي بس. طيب المواقع التانية زي اليوتيوب والانستجرام انت متفاعل فيها ولا؟ انستجرام لكن يوتيوب لا، مش قوي خالص. ليه؟ ما فكرتش؟ لا خالص. ممكن يبقى ستيب تانية، ممكن يبقى حاجه قدام. انت شايف ان ده حاجه وده حاجه؟ بالظبط، ده حاجه وده حاجه. وانا تيك توك عليه، انا شايف ان هو عليه فيوز اكتر والناس بتحبه اكتر، يعني بسيط. اليوتيوب لازم تخش تعمل سيرش وتجيبي، يعني حتى انا الاكونت ده مش رابطه ما بينه وما بين اليوتيوب او الانستجرام، مخليه لوحده خالص بس. طيب مروان، اكتر حد بيدعمك وتحب تقول له ايه؟ يعني اكتر حد سبورت ليك؟ اختي الكبيره. والله اختي الكبيره. اختي طيب الكبيره. قول لها انا ماليش غيرها في الدنيا، بس انا اختي الكبيره دي كل حياتي.
ده هي اخت واحده عندك يا مروان؟ احنا ثلاث اولاد يعني انا وولدين واخت بنت بس هي اللي مربياني وهي كل حاجه في حياتي. ربنا يخليها لك. طيب اخواتك برضو بيعملوا كده تيك توك ولا؟ لا انا اخواتي واحد ضابط شرطه والتاني محامي واكبر مني بكتير فرق سن فانا اللي متدلع شويتين فهم تمام بس. طيب الوقت اللي بتحب تحكي فيه حاجه تعبك بتلجا لمين؟ في يعني هما اتنين يعني اختي هي اللي معاها كل حاجه في حياتي ولو حاجه مضايقاني قوي في حد بنقول اسامي عادي؟ لا عادي. اه حد اسمه توني ده توني ده صاحب شركتي وهو اخويا الكبير في كل حاجه باخد قرار في كل حاجه. إيه انت اصلا خريج ايه يا مروان؟ هو عين شمس. طيب مروان انت شايف اني اي اقرب ليك اصحابك الولاد ولا البنات؟ بالنسبه لايه بالظبط؟ بالنسبه ان انا بتثق في مين اكتر؟ اثق في مين اكتر؟ في بنت. في البنت؟ انت شايف ان صحبه البنت افضل من صحبه؟ اه. ليه وعشان دلوقتي. ايه يا مروان؟ دلوقتي ليه وعشان ايه؟ يعني بتحفظ السر اكتر. ما بتحكيش يعني لو قلت لها ما تحكيش مش هتحكي. لو حد تاني هيبقى عايز يقعد يعمل قعده ونقعد نبسط ده مروان عمل مروان سوا وحاجه ممكن مثلا ما تحكيش اللي هو انت بتعمل ايه لا خالص هي البنت بيبقى عندها حته برايفسي دي اكتر لا ما تقوليش ما تقوليش خلاص ما فيش قلنا وقال دي. انا شايفه برضو ان البنت برضو بتحب تبقى قريبه او صديقه للولد لان البنات ما بيعرفوش ان هم يحكوا لبعض او زي ما انت قلت كده برضو ان محدش يحفظ السر اللي انت قلته غير البنت يعني انا بالزبط. عكسك برضو انا لو ليا صديق ولد انا ممكن احكي معاه اه هتحكي له عشان انت شايفه ان البنت هتبقى عدت مثلا في نفس الموقف فاللي هو عادي عادي لكن انا لما احكي حاجه لبنت هي ما دخلتش في حاجه زي كده او يعني ظروفها كبنت مش هتخش في حاجه زي ما انا دخلت فمش هتسمع اللي هو حاجه جديده على ودانها اللي هو انا عملت واحد اتنين ايه كلام جديد ده فما تقوليش فما تقوليش لكن احنا كلنا بنخش في اي حاجه يعني سواء ولد او ولد او ولد كلنا دخلناه فتمام انت مكبر الموضوع ليه او ممكن انا شايفها كبيره ف هيحكي عادي بس. طيب مروان لو اتعرض عليك عمل فني تحب تدخل الوسط الفني ولا انت حابب بس التيك توك؟ ممكن يبقى تيك توك بدايه ولو في حاجه زي كده ما تمام عادي فاين. اه طيب لو هتقدم دور هتحب نفسك في اي دور يعني اكشن رومانسي حاجات يعني انت شايف نفسك في اي دور تقدر تلعبه اكتر؟ انا بحب احمد عز جدا بحب ادوار احمد عز جدا بحب هاني سلامه جدا بحب الادوار بتاعت الناس دي يعني عايز تطلع ضرب وكده وخناقات ولا عادي. الشاب الجاني الرومانسي اللي يحبه لف لفا والاجواء مش هيلي مش هيلي مش عشان عيني خضر خالص مش هيلي لا الحاجات التراجيدي الحاجات اللي بيبقى فيها ستوري بتتحكي او قصه حاجات القصص بعيد بقى ان هي اكشن او حاجه بتشرح حاجه في مجتمع او كده اه ده تمام وما بحبش الحاجات الكوميدي قوي اللي هو ما تبقاش فيها سخريه او طيب في الفن بتحب مين من المطربين؟ انهي مطربين شعبي ولا ده وده؟ شعبي بحب محمود الليثي جدا جدا انت السؤال ده سالتهوني وانا رديت انا بردولك بقى دلوقتي ايوه بحب محمود الليثي جدا بسرق منك انا براحتي بحب محمود الليثي جدا و رضا البحراوي بعشقه بعشقه وفي واحد انا عارفه انت بتحبه بس هشوف انت هتفتكره ولا لا انا عارفه بس مش عارف ينفع يتقال ولا لا عادي عادي كلهم مطربين انا بعشق عصام صاصا هو في حته تانية خالص انت شايف ان هو ده اقرب واحد ليك بتسمع له؟ اه انا عامل فيديو ليه مخصوص اللي هو انا بحس ان عصام صاصا بيغني حاجه انت موجوده فيها كل يوم بيتكلم عن بيت بيتكلم عن شارع بيتكلم عن صحاب بيتكلم عن حبيبته لا جامد جامد قوي بصراحه انا شفت لك يا مروان فيديو وحتى انا علقت لك عليه اللي هو لو بايدي ايه كنت شلت في وريدي اه طب ما تغنيها كده انا مش حافظها بس هي على فكره الاغنيه حلوه عشان الناس كلها افتكرت ان انا بنتقد الاغنيه الاغنيه طيب حلوه طيب حاجه انت حافظها لينا حصري في البرنامج لا اغني ازاي الصوت ده لا عادي 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 وانا هغني معاك على فكره هندن معاك والله طب ماشي قولي طب حاجه ممكن اغنيها غير الاغنيه دي لا انت ابدا الاول لا والله انت خلاص سألي لا قولي حاجة لا والله انت هتبدأ الأول ولا أي حاجة اللي حكى لك عني مثلا وانت صدقته
اللي حكى لك عني. ايوه بقى. وانت صدقته. جه وحكى لي عنك. بس انا هزقته. بس انا هزقته. جيت على البايظ. والله انت سكر يا مروان. حبيبتي ميرسي. طيب ايه اكتر فيديو انت عملته حسيت ان هو حبه او عجبك او عمل صدى مع الناس؟ الغزاله الرايقه دي كان حلو جدا وانا حبيته بصراحه. والفيديو بتاع اللي هو لو بايدي كنت ده برده كان حلو جدا. وفي الاغاني بتاعت محمود الليثي كلها بتطلع يعني بيجيب عليها فيوز كتير. وانا بحب محمود الليثي فبحب طريقته. طريقته سهله في الفيديو، مش كلام مش صعب ان انت تاخد وقت على ما تسجله او حاجه. مين تاني؟ بس هو عصام صاص. انا حافظ كل اغاني عصام صاص. طيب مروان انت بتجهز حاجه الفتره اللي جايه؟ بالنسبه لايه؟ هنا وهنا. شغلك الخاص والتيك توك. تيك توك ان شاء الله في جاي كتير قوي، في حاجات جايه كتير قوي. وشغل ان شاء الله. شغل انا بحب شغلي جدا جدا. طيب حابب توجه رساله لمين قبل ما نختم؟ لامي واختي وبيتي. بجد الناس دي سبورت معانا قوي في كل حاجه في حياتي وفي شغلي وفي كل حاجه انا بعملها. واختي اعظم حد في الدنيا، اختي وامي بامانه. بس مروان انت شرفتني ونورتني. كانت حلقه حلوه خلصت بسي. بسرعه طبعا. وان شاء الله احنا مع بعض حلقات كتير بسي. انا كنت مبسوطه معاك والله النهارده، والاسئله ضحكنا وهزرنا بس وقتنا خلاص. مشاهدينا خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده. لا الكلام بتاعنا بيخلص ويقل ولا دوشتنا هتقل.